شارك آلاف الرجال والنساء في مراسم تشييع صياد خداء العقيد في الحرس الثوري الإيراني الذي أقتيل قرب منزله الأحد، مرددين شعارات منددة بالولايات المتحدة وإسرائيل وفق ما أفاد صحفيون. ونعى الحرس خداء بعد إطلاق مسلحين يستقلان دراجة نارية 5 طلقات باتجاهه وهو في سيارته قرب منزله بشرق طهران، محملا المسؤولية لعناصر المرتبطين بالاستكبار العالمي في إشارة للولايات المتحدة وحلفائها تتقدمهم إسرائيل العدو الإقليمي اللدود لإيران. وكشف التلفزيون الرسمي أن خداء كان من ملاكات فيلق القدس الموكل بالعمليات الخارجية في الحرس، وشارك في التشييع قادة عسكريون منهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي وقائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاني. وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد الاثنين حتمية الثأر للاغتيال، وخداء هو أبرز استهداف معلن لشخصية إيرانية على أراضيها منذ 2020، حيث قتل العالم النووي البارز محسن فخري زاده، فيما اتهم طهران إسرائيل بالوقوف وراء العملية. يا خونيس در دفاع از امنیت و